صباح النور علي، واهلا وسهلا بك معنا في البرنامج. صباح الخير وتحيه طيبه لكم ولكل المشاهدين، ان شاء الله صباح الامن والسلام على كل الشعوب العربيه. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. اخبرنا بدايه علي عن هذه الفكره، فكره المبادره التي قمتم بها، كيف بدات؟ ونعلم انكم سباقون بهذه الفكره اللي انتشرت كمان عربيا. نعم، بالبدايه انه احنا سابقا كنا نعمل في مجال العمل التطوعي والعمل الشبابي منذ 5 سنوات، الان جتنا فكره في بدايه هذه السنه او خلينا نقول في نهايه سنه 2020. هذه الفكره كانت هي عباره عن مبادره بعنوان 10S مبادرون، الهدف منها تشجيع روح التطوع لدى الشباب العربي بشكل عام، فاطلقنا 3 مبادرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المبادرات تهدف الى ان كل شخص يشاهد هذه المبادره يعمل على تنفيذ هذه المبادره، من اجل اولا يقدم خدمه الى المجتمع، والشيء الثاني انه هو راح يبادر وراح تتنمى روح التطوع عنده. فاطلقنا 3 مبادرات، واحده من عندها هي كانت مبادره دفء. هذه المبادره تتمثل بوضع ملابس الشتويه في الاماكن، في الساحات العامه، على الاشجار والاعمده، من اجل ان يستفيد من عندها العمال، من اجل يستفيد من عندها الناس المحتاجين، من اجل ان يستفيد من عندها الناس اللي ما يكون مأوى يؤويهم من برد الشتاء. فبدأنا هذه المبادره بشاكيت او ستره واحده، لكن هذه بعد يومين توسعت لتصبح المئات ثم العشرات ثم آلاف من الملابس تم توزيعها من محافظه واحده، ثم انتقلت الى عموم المحافظات العراقيه. الأجمل أنها انتقلت عبرت الحدود إلى البلدان العربية الأخرى، وهي والمبادرات الأخرى اللي احنا طرقناها في 10S، والآن وصلت إلى أكثر من 17 دولة عربية، بين مبادرة دفء ومبادرة الكتاب ومبادرة يعني زرع البسمة على العوائل. الهدف من هذه المبادرات أنه كل شخص يبادر، كل شخص يتطوع من أجل أن يقدم خدمة إلى مجتمعه. نعم، رائع. يعني ربما علي هي ميزة من مميزاتنا كشعوب عربية، أنه نحن دائمي التكاتف، هذه الأشياء هي جزء أصيل من تركيبتنا ومن تربيتنا ومن مجتمعاتنا التي نشأنا فيها. أخبرنا علي عن أنتم، قلت قمنا فعلنا ابتدأنا، من أنتم؟ أخبرنا عن الشباب المتطوعين في هذه المبادرة، كيف اجتمعتم، كيف قسمتم العمل على الأرض، كيف قسمتموه بين الأحياء أيضا، أخبرنا أكثر. نعم، احنا سابقا كنا فريق تطوعي يدعى حملة شبابنا، ولكن هذه المبادرة هذه المرة أطلقناها بعنوان هي أن تكون مبادرة عربية يشترك فيها كل شخص يريد أن يبادر ويريد أن يعمل معنا. فأنت مهما تكون البلد اللي أنت تسكن فيه، بإمكانك أن تكون واحد من عندنا. وهذه هي نقطة فريدة، أن عادة الناس حتى تتطوع لابد أن تنخرط ضمن فريق أو جمعية أو مؤسسة، ولكن مبادرة 10S مبادرون جعلت التطوع متاح للجميع. يعني انت بالمكان اللي تسكن به بامكانك انه انت تنضم لنا من خلال تنفيذك لهذه المبادره وتصوير بعض الصور وارسالها لنا، في سبيل انه احنا من راح ننشرها راح تزداد المبادره، راح تتوسع المبادره. جل الشباب المشاركين في هذه المبادره هم من الشباب العربي من مختلف الدول العربيه، لا يتبعون جهه، ليس لديهم هدف او مصلحه من هذا العمل سوى انهم يقدمون خدمه الى الناس. الجميل انه تشوف انه الاف او خلينا نقول مئات او عشرات من الشباب العربي يتكاتفون تحت مبادرة جمعهم الهدف، جمعهم حب أن يقدموا مساعدة إلى الناس. فكل الشباب المشاركين في هذه المبادرة والعوائل أيضا المشاركة في هذه المبادرة هي من الشباب العربي، من الشعوب العربية اللي أرادت أن يكون لها دور بالمجتمع، أرادت أن يبدأ التغيير من رحم المجتمع ثم ينطلق إلى يتوسع ليشمل الحكومات والدول جميعا. طيب علي، مثل هذه المبادرات تحتاج إلى متطوعين لتنفيذها، ولكن تحتاج أيضا إلى متبرعين. أخبرنا كيف تحصلون على الملابس، على السترات للتوزيع، وأيضا هناك مشكلة أخرى، نحن الآن في موسم الشتاء وبالتأكيد الطقس ماطر في معظم الأوقات، كيف تحمون الملابس من أنها تتعرض للمياه أو تكون مبتلة عند أخذها من قبل المحتاجين إليها؟ نعم، بداية انه احنا كنا عندنا طريقتين من اجل تنفيذ مبادرة دفء. الطريقة الأولى انه انت ب 10 دولار او 15 دولار تشتري جاكيت، والطريقة الثانية انه انت تروح تفتح الخزانة او الكنتور الملابس اللي عندك وتاخذ واحدة من ملابسك. يعني في إشارة جميلة انه احنا جميعا روح واحدة، نتكاتف، نتعاون. فأنا يعني مجرد انه أخذت واحدة من الجاكيتات اللي عندي ورحت خليتها في كيس نايلون ووضعنا عليها عبارة خذها إذا كنت تشعر بالبرد، بدون قيد وبدون
شرط، في اشاره لانه احنا جميعا واحد جميع، يعني ليس في انه انك انما هي صدقه او غيرها، لا لا، انه انت اذا كنت محتاج وتشعر بالبرد فخذ هذه الستره اللي احنا نخليها بكيس نايلون ونرتبها بمظهر لائق، كما لو انه احنا كيف نرتب ملابسنا في خزاناتنا. الفرق انه احنا نعلقها في مكان عام، في شجره، في اي مكان بامكان الشخص انه يشوفها، فبالتالي ترتيب هذه الملابس بهذه الطريقه تعكس انه هذه الملابس هي ليس بالضروره ان تكون فائضه عن حاجتنا، ربما انه احنا نكون بامس الحاجه الى هذه الملابس، ولكن لابد ان تكون عندنا شعور بالمسؤوليه، فاذا كان عندي انا اثنين ممكن اكون شخص ما عنده ولا ستره، فهذا الشعور بالمسؤوليه يدفعنا الى ان نقدم هذه المبادره. خذها إذا كنت تشعر بالبرد، هو هي الجملة المكتوبة على هذه السترات. علي، أكيد قابلت مواقف أو قصص خلال هذا، يعني خلال توزيع هذه الملابس، أخبرنا عن قصة ربما تكون علقت بذاكرتك. نعم، الحقيقة كثير من القصص اللي صادفتنا أثناء أيام عملنا في هذه المبادرة بالعراق، ولكن أنا راح أذكر قصة هي صارت يعني في دولة أخرى. في دولة المغرب واحدة من الفتيات يعني بمجرد أنه شافت المبادرة راحت أخذت مجموعة من ملابسها وخرجت في البرد القارص من منزلهم إلى المنطقة وبدأت تعلق هذه الملابس على الساحات، تعلق هذه الملابس في الساحات، في الأماكن العامة، وبعدها راسلتنا تقول أنه أنا الآن شعرت كيف ممكن أن أساعد المحتاجين، شعرت بروح المبادرة. هذه واحدة من المغرب. قصة أخرى أيضا من الأردن، يعني فتاة صغيرة في يعني 15 أو 16 سنة تبادر مع عائلتها ويأخذوها للمكان من أجل أن تقوم بتعليق واحدة من سترها، واحدة من ملابسها في مكان عام. فمن نشوف هكذا روحية متواجدة عند الشباب بالحقيقة نشعر بالأمل، نقول أنه لابد سيأتي اليوم اللي سنرى فيه مستقبل جميل بروحية هؤلاء الشباب، إذا كان هؤلاء الشباب يأخذون من ملابسهم في سبيل يساعدون الآخرين، وحتى المبادرات البقية. الكثير من القصص تصادفنا وهي جميعا تكون هي بمثابة الأمل، كل قصة تصادفنا هي تمثل بذرة أمل يمكن أن نستشرق المستقبل فيها. طيب علي، اللي حابب يتطوع الآن أو يساعد أو ينضم إليكم، كيف يمكن أن يتواصل معكم؟ نعم، الآن احنا اكو طريقتين، عادة الطريقة التقليدية اللي هو يجي يتبرع بالملابس للفريق الخاص الموجود، واحنا راح نقوم بالموضوع يعني نرتب الملابس ثم انه احنا نوزعها في اماكن، ولكن اود ان اشير الى طريقة مهمة جدا، الآن بامكان كل شخص يشاهدنا ان ينفذ هذه المبادرة، وهذه هي فكرة هذا المشروع، هو ان يعد مبادرات فردية جاهزة للتطبيق بامكان كل من يراها ان ينفذها بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، فانت اذا كنت تشوف هذه المبادرة أخذ أي شيء من ملابسك تحس أنه هذا الشيء راح يفيد الشخص الآخر، حاول ترتبها وضع هذه العبارة عليها بلغتك، بلهجتك، بلغة بلادك، وضعها واكتبها، خذها إذا كنت تشعر بالبرد أو أي عبارة أخرى، واذهب إلى أقرب مكان عام وعلق هذه السترة، وبهذا تكون جزء من مبادرتنا، أو بهذا تكون إحنا اشتركنا في هذا الهدف وساهمنا في مساعدة الآخرين. فأدعو كل الأشخاص إلى أن يجربوا هذا الشعور، بالإضافة إلى فائدتهم للناس سيشعرون بشعور عظيم جدا وهو أن يساعدوا الآخرين. هل تعلم علي، يعني في ظل كل التوتر وكل الإحباط وكل الضيق ربما الذي نشعره أو نعيشه ونعيشه من بداية 2020 بسبب الفيروس وبسبب ظروف أوطاننا ومنطقتنا عامة، حالة من الإحباط تسيطر علينا، ولكن مثل هذه المبادرات هي التي تخبرنا أن هناك أمل وهناك غد يمكن أن ننتظره. يعطيكم ألف صحة وعافية علي حاكم، مدير مبادرة شبابنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كربلاء.